نظمت أكاديمية الدفاع الحسن الجديد لحراس المرمى خلال الفترة الممتدة ما بين الأول والخامس من الشهر الجاري أسبوعا دراسيا لفائدة حراس مرمى جميع الفئات السنية للفريق بتأطير من مدربي حراس هذه الفئات وتحت إشراف مدير الأكاديمية ومدير مركز تكوين الناشئين. الأسبوع الدراسي الذي يقام بمركز تكوين الناشئين والذي يحتضن هؤلاء الحراس بمختلف فئاتهم ويوفر لهم المبيت والمأكل عرف برمجة مجموعة من الحصص النظرية عن طريق تقنية الفيديو إلى جانب الحصص التطبيقية على مستوى أرضية الميدان لتطوير وتحسين قدرات هذه الفئات الذهنية والبدنية والتقنية إلى جانب صقل موهبة هؤلاء الشبان حتى يتسنى للفريق الأول الاستفادة من خدماتهم في غضون السنوات القليلة المقبلة. لقاء تواصلي وتحسيسي مع أكاديمية الدفاع الحسن الجديد لحراس المرمى كان المضمون ديالو هو أنه نحسو اللاعبين لحراس المرمى بالدور اللي تنتظرهم والمقاومة ديال البدنية ديال هذا الدور وإلى أي حد حارس المرمى ديال المستوى الكبير العمل اللي منتظره تلخص العمل لأنه عنده دوره كلاعب يطلب منه يقوم تقريبا بجميع المقاومات البدنية ديال اللاعب ديال الميدان ولكن الحيز الكبير كان اللي مطلوب منه فوق من هذا العمل اللي تخص حارس المرمى لأنه مطلوب منه باش يكون عنده واحد الطاقة تهجرية ولكن في نفس الوقت خاصو عنده واحد الليونة كبيرة وواحد كي قلنا واحد لا سوبليس واحد لا كورديناسيون في نفس الوقت خاصو يكون اكسبلوزيف حوايج اللي تتفرقوا لأنه ممكن ما تنطلبوش بوكو دو سوبليس اللاعب ديال الميدان ولكن تنطلبوا سيرتو الاكسبلوزيفيتي الحارس المرمى مطلوب قد ما تنطلبوا الاكسبلوزيفيتي قد ما تنطلبوا لا سوبليس وتن نهضروا على واحد البرنامج اللي تتبعهم وخاصهم يحسوا به ويعاو به باش يلقى واحد واحد لاغوسيت كيفاش غادي يخدمو باش يحافظو على ديك الليونة وديك الرشاقة وفي نفس الوقت يكون عندهم ديك الاكسبلوزيفيتي وإلى أي حد المدة الزمنية ديال التدريب ديالهم أنا الفردية تتكون كبيرة والأهمية ديالها وعلاش هاد العمل الفردي الكبير من الناحية البدنية اللي تنتظر حارس المرمى ديال المستوى الكبير والخطوط العريضة ديال لو باركور في التدريب البدنية اللي تابعهم وباش يعرفوا ويحسوا به ويوجدوا ليه من جميع النواحي والحمد لله كنا نحتاجوا مزيان مع هذا الحراس المرمى ديال الأكاديمية ديال الدفاع الحسن الجديدي ودوزت معهم واحد الساعه اللي كانت مفيده وتتمنى تتكرر في حالات المحاوله.
était de leur expliquer un petit peu l'objectif et l'intérêt des étirements. Alors comment on s'étire, quand on s'étire, à quel moment on s'étire, quel muscle on doit étirer. C'est important qu'ils connaissent un petit peu toute cette gamme que le joueur doit maîtriser pour être professionnel. Donc les étirements d'avant de match qui sont différents des étirements d'après match. Donc comment on les fait. Voilà, l'objectif est un petit peu de leur expliquer tout ça. Et plus particulièrement les étirements spécifiques pour le gardien de but, notamment avec le travail de l'épaule qui est très important. Et puis des muscles comme le triceps ou les pectoraux. Voilà un petit peu l'intérêt de la séance d'aujourd'hui. Donc concernant le stage et les séances physiques dont je vais m'occuper, on va faire dans un premier temps, comme on a fait aujourd'hui, tout ce qui est étirement pour connaître l'intérêt. Ensuite, on va faire une deuxième séance qui sera dédiée à la prévention des blessures. Donc sur les principaux muscles, forcément du bas du corps, des jambes, mais aussi très important, prévention de l'épaule, qui chez le gardien de but est un muscle très fragile, très sollicité, donc important de le renforcer. Et puis ensuite on ira faire une séance à la plage pour travailler un petit peu la puissance des jambes, et puis une séance en forêt où là on va être axé plus sur un travail d'endurance. سبيسيالمون الاداره كذلك ديال مركز التكوين ديال النادي على هذا اليوم الدراسي اللي عقدوا واللي كيخص واحد الشريحه اللي من المتداخلين في كره القدم واللي هي الحراس ديال المرمى. صراحه مجهود جبار كيقوموا به يعني المؤطرين ديال المركز. اليوم كان عندنا واحد الشق اللي متعلق بالشق الجانب القانوني، حاولنا نسلطوا الضوء على يعني بعض الجوانب القانونيه اللي كتخص بالاساس حراس المرمى. الجميل هو ان لقينا واحد التفاعل من قبل هاد الحراس الشباب اللي كنتبؤوا لهم ان شاء الله بمستقبل ظاهر، كذلك التفاعل ديال الاطور ديال مركز التكوين. صراحه ما يمكننا الا نشدوا بيديهم ونتمنوا المجهودات الجباره اللي كيديروها. ونبغي نختم ونقول على ان حراسه مرمى نادي الدفاع الحسن الجديدي بخير، والمستقبل ان شاء الله لا يمكنه الا ان يكون ظاهرا. نشكر فريق الدفاع الحسن الجديد لهذه الدعوه اللي كانت تجمعني بحراس المرمى، وجد فرحان كثير بالوجود ديالي هنا بعد غيبه طويله. كما تعرف انا راه ابن الدار، فريق ديالي هذا الحمد لله، انا في الحاجه في اي وقت طلبوني، والحمد لله اليوم كما كانت واحد الشيماء بعد الوليدات هذا اللي رجع لي الذكريات ديال البدايه ديال المسار ديالي،
وحاولت الحمد لله على البداية ديال المسار ديالي مع الفريق الدفاع الحسن ولا اللعب ديالي الوجود ديالي في الفرق خارج الوطن أو داخل أو مع أحد المنتخب اللي شاركت مع هاد الوليدات هذا واللي كانوا محتاجين كثير باش يعرفوا المسار ديال الحارس مرمى البداية ديالو حتى النهاية ومن بعد النهاية من بعد الكارير ديالو وكما شافوا هما وكما سمعت منهم هما كانت واحد الحماس كانت واحد الرغبه كان واحد الاندفاع وانت تمنى لهم ان شاء الله مسيره موفقه في الكارير ديالهم لا المسيره الرياضيه مع فريق الدفاع الحسني ولا المسيره ولا المسار الرياضي ديالهم وتنشكر بالمناسبه فريق الدفاع الحسني الجديد على هذه الامكانيات ولا على هذا التطور اللي وصل الحمد لله الاكاديميه ديال فريق الحسن الجديد لحراس المرمى ومن هذا المنبر تنشكركم على الاستضافه وتنقول بان انا راه الاشاره في اي وقت اللي تيطلبني الفريق ديالي لكم. Is the second stage of the goalkeepers of the AG of the academy. First I give thank you to the president and all the rest of the committee to give the opportunity to make the second stage of the goalkeepers. This second stage we try to make a full program. They rest in academy, they lunch, they take the breakfast. They take the dinner here in academy and make the sessions of training, technical and tactical. But we make also the theory sessions with the medicine, with the nutritionist, with the kinio, with the older players of the AG. January is a full program to the keepers see that is not only the training in the pitch. After training or before training, there are a lot of things to keep in head and make better. Because here we form the goalkeepers, but also we form the personal attitudes and is. I defend the life social life not only in academy but outside academy, and we take to make a full program to the keepers after the week say oh we learn a lot. Okay, thank you president, thank you committee, and thank you DIG. Okay. الاسم الكامل عثمان قرقاب. الكاتيجوري اللي كنلعب فيها هي ليسبوار. دخلت في البداية ديال الستاج باش ناخذ شي حاجه اللي غنستافدوا منها، والحمد لله لقينا اساتذه اللي عاونونا بزاف ووصلوا لنا واحد الخدمه اللي استفدنا منها، وخدينا مع لي كوتش اللي جاوا عندنا خدينا استفدنا منهم بحال كوتش مونطال و بريباراتور فيزيك. والحمد لله هاد الستاج اللي داز الحمد لله داز مزيان. استفدنا من مبيت ومن المأكل ومن ملبس كذلك، وكنشكر كاع لي كوتش ديالنا وكاع الناس اللي قاموا بهاد الستاج هذا. وكما كتشوف خديت احسن حارس مرمى ديال الستاج،
من ناحيه لا ديسيبلين ومن ناحيه تلك الاخلاق ديالي. الحمد لله انا فرحان باش بلي خديت هذه الجائزه وغتبقى عندي شي حاجه كبيره. وشكرا.